بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: أرجو من الشيخ كلمة عن كيفية تحقيق الثبات عند المصائب في ضوء الهدي النبوي والرضا بقضاء الله وقدره، مع ذكر الأدلة في ذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواجب على المسلم عند نزول المصائب الصبر والاحتساب والدعاء بقوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وحبس اللسان عن التشكي وعن النياحة والتألم مما جرى من القضاء والقدر. فعلى المسلم أنه يصبر وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي بخير منها. هذا الذي ورد ما يقوله المصاب عند نزول المصيبة. نعم. رجل ظاهر من زوجته وبدون علمه بالكفارة، صام 3 أيام ظنا أنها يمين وكفارة للصيام، وما الفرق بين الظهار والطلاق؟ الظهار يمين والطلاق حل لعقد النكاح، أو حل لبعضه في الطلاق الرجعي، حل للنكاح إذا كان بائنا وحل لبعضه إذا كان رجعيا. وأما الظهار فهو يمين تحلها الكفارة التي أوجبها الله عز وجل بقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هي على الترتيب كما ذكر الله سبحانه وتعالى. والظهار أن يقول أنت علي حرام ينوي به الظهار، أو يقول أنت علي كظهر أمي أو أختي أو من تحرم عليه، هذا هو الظهار. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، عندما يستعيذ الشخص من الشيطان الرجيم، اعتاد بعض الناس عندما يتثاءب بأنه يذكر هذه الجملة وهو الاستعاذة، هل ورد ذلك؟ لا، هذا لا أصل له. والذي ورد أنه يخفض صوت التثاؤب ما استطاع ويكظم ما استطاع ويضع على يده، إذا غلبه التثاؤب فإنه لا يكون له صوت، ويضع يده على فمه ولا يفتح فمه، بل يضع عليه يده أو ثوبه. نعم. أيضا يقول: اعتاد بعض الناس شيخ تقبيل القرآن أو كتاب الأحاديث عند وقوعه على الأرض، هل لهذا أصل؟ نعم، فعله بعض الصحابة مع القرآن، قبل المصحف، فإذا قبل المصحف فلا بأس بذلك. نعم. بالنسبة لخصوص كفارة الإطعام يا شيخ، هل يجوز إخراج نوع من الطعام لا يحبه المخرج بينما يحبه من يأكله أو من يأخذه؟ قال الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فلا يطعم إلا من أوسط ما يطعم أهله، ليس من الجيد المرتفع وليس من الرديء المنخفض، بل يكون من الوسط. هذا هو الذي أوجبه الله: من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم. هذه السائلة أم محمد تقول: بالنسبة للضابط في إظهار الزينة بالنسبة للنساء عند محارمهن، تبرز وجهها وكفيها وشعر رأسها، تبرز الأطراف،
التي تحتاج إلى إظهارها عند العمل. نعم. السائل إبراهيم يقول: الإكثار من الحلف بالله سواء كان صادقا أو كاذبا ما حكمه؟ لا يجوز الإكثار، ولا تطع كل حلاف مهين، هذا من التهاون باليمين. الإكثار هو من التهاون باليمين، وهو من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. منهم رجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. المسلم يوقر اليمين بالله عز وجل، قال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، لا يتهاون باليمين، وإنما يحلف عند الحاجة ويكون صادقا. نعم. الأخت السائلة لها سؤال آخر عن عورة المرأة عند المرأة الأجنبية وغيرها. لا تبرز عورتها، لكن لها أن تكشف أطرافها التي تكشفها عند المحرم من الرجال، لأن الله ذكر النساء مع المحارم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. ذكر النساء مع الرجال المحارم، فلا تبرز عند النساء من جسمها إلا ما تبرزه عند الرجال من محارمها. نعم. السائل الشيخ يقول: ما هو الفرق أو ما هو الراجح بين الجائز والحلال؟ الجائز هو الحلال، الجائز هو الحلال، لا فرق بينهما. نعم. بالنسبة للشخص الذي عليه دين، هل عليه زكاة؟ نعم، إذا كان عنده مال يزكيه ولو كان عليه دين. إذا ما عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. نعم. هذه السائلة تقول: ما هي أسباب عدم إجابة الدعاء، وما هي مواطن الدعاء مأجورين؟ من أعظم موانع الدعاء أكل الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من أين يستجاب له؟ هذا من موانع الدعاء أكل الحرام واستعماله. كذلك الاعتداء في الدعاء، هذا من موانع القبول، فلا يجوز أو يدعو أو يظلم أحدا بالدعاء، فهذا كله هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. مواطن الإجابة في الدعاء يا شيخ؟ مواطن الإجابة كثيرة، منها ما هو مكاني كالدعاء في المسجد الحرام والمسجد النبوي الحرم عموما، ومن أوقات الإجابة آخر ساعة من يوم الجمعة أو في يوم الجمعة، وكذلك الدعاء في رمضان ومصائم، كذلك الدعاء في آخر الليل، في آخر الليل إذا قام من الليل ثم أوتر ثم دعا بعد ذلك واستغفر، هذا من مواطن الإجابة، ووقت النزول الإلهي، فإن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وكذلك في السجود، قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. نعم. هذا السائل الشيخ يقول: ما الحكمة من مشروعية الصيام، وما الكتب التي ينصح بها الشيخ في العقيدة للمبتدئين؟ الحكمة في الصيام، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بيّن الحكمة لأن الصيام تقوى الله سبحانه وتعالى، وكذلك من الحكمة أن الإنسان يعود نفسه على طاعة الله عز وجل، ويصبر على الجوع والعطش، ويترك ما تشتهيه نفسه وما يحتاج إليه لأجل الله عز وجل طاعة لله. في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. نعم. أول الكتب التي تنصحون في العقيدة للمبتدئين؟ المختصرات في العقيدة، مثل ثلاثة الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، عقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. هذه المختصرات المفيدة، احفظوها ويقرأوها على المشايخ لأجل أن يشرحوها له. نعم.
يقول شيخ ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ نعم، الأسماء والصفات. الأسماء ما سمى الله به نفسه، مثل الله الرحمن الرحيم الكريم العزيز الجبار، مثل ما في آخر سورة الحشر، هذه من أسماء الله سبحانه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والصفات كل اسم يتضمن صفة لله عز وجل، فالرحمن يتضمن الرحمة، والعزيز يتضمن العزة والقوة، كذلك بقية أسماء الله سبحانه وتعالى، الغفار يتضمن المغفرة من الله عز وجل لعباده، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله إنه يتضمن صفة من صفات الله عز وجل. نعم. هذا السائل يقول هل قراءة القرآن بالترتيب وختمه في الصلوات الجهرية سنة أم بدعة؟ وأقرب إلى البدعة، وأيضا هذا يكلف الأئمة، يكلف أئمة المساجد، يظنون أنه مشروع فيتكلفون، لا بد يقرأ ويكلف المأمومين أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما تيسر، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر من القرآن، وبدون تعيين، لا نشق على أنفسنا، وأيضا نجعل هذا طريقة للأئمة الآخرين يظنون أن هذا مشروع وهو غير مشروع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ، هل هذه من أحكام التلاوة عندما نقول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ لا أصل لها، التزام هذا لا أصل له. من آداب التلاوة أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آداب التلاوة أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور، إلا سورة براءة لأنها لم تنزل قبلها. ومن آداب التلاوة التدبر والخشوع، تدبر القرآن حينما تتلوه أو تسمعه، تتأمل في معانيه. وكذلك من آداب تلاوة القرآن الدعاء عند آيات الرحمة التي تذكر فيها الرحمة، والاستعاذة عند الآيات التي يذكر فيها العذاب، تستعيذ بالله من عذابه، هذه آداب التلاوة. ومنها أنه يستحب أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر، وأما الأكبر فلا يجوز التلاوة إلا بعد الاغتسال. الأخ يقول ابن أختي مقبل على الزواج وراتبه ضعيف، هل أعطيه من الزكاة؟ نعم، إذا كان كما ذكرت أن دخله لا يكفيه لما يحتاجه، ومن ذلك الزواج لأنه من الأمور اللازمة، فإذا كان لا يستطيع يتزوج إلا بالمساعدة أساعده من الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله أرسل بهذا السؤال يقول كنا مسافرين مع أولادي إلى الدمام، فجمعنا المغرب والعشاء، لكن لما سلم الإمام من صلاة المغرب قام وكبر لصلاة العشاء ولم يأتي بالإقامة، ونحن لم نكبر معه، بل انعزلنا عنه وأقمنا الصلاة وصلينا جماعة، وهو ما زال على صلاة العشاء وحده، فهل فعلنا صحيح؟ ليس صحيحا، هذا ليس بصحيح. الإقامة سنة ليست بواجبة، والصلاة تصح بدونها، وكونكم اعتزلتم على من أجل الإقامة هذا خطأ. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ يقول السائل نحن مجموعة من الطلاب قمنا بصنع طعام وإعطائه لأحد المعلمين لكونه متغرب ويسكن وحده، فهل في ذلك شيء؟ نعم، هذا لا يجوز. الموظف الذي له مكافأة أو له راتب لا يعطى شيئا من قبل الطلاب، لأن هذا يعتبر من الرشوة، لأنه يحيف مع الذين يعطونه ويهدون إليه، فتجنبوا مثل هذه الأمور. أما إذا كان المدرس محتسبا وهو بحاجة فساعدوه، جزاكم الله خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عندي محل تجاري أبيع فيه وأشتري، أيضا أبيع على الناس، إلا أنني قد يأتيني شخص فأمتنع من البيع عليه، فهل يجوز لي ذلك؟ نعم، المال مالك، أنت حر فيه، تبيع أو ما تبيع، وتبيع على بعض الناس دون بعض لا مانع من ذلك. نعم. آخر سؤال للسائل أبو عبد الله يقول ذهبت مع صاحبي أجرة لأداء العمرة وقلت له أوصلني إلى الميقات، فذهب بي إلى جدة وقد مررنا بأحد المواقيت فأحرمت من جدة، هل يلزمني شيء علما بأنني جاهل وكذلك السائق جاهل يظن أن الميقات هو مدينة جدة؟ نعم، كلاكما مخطئ، والإحرام من الميقات لمن مر به وهو يريد الحج أو العمرة واجب،
من الواجبات، ومن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية، فعليك فدية تذبح شاة في مكة تجزي في الأضحية وتوزعها على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذا أردت أن أسدد دين حل علي لشخص آخر من بلد آخر بعملة أخرى، هل هو جائز؟ هذا من المصارفة، لكن لا بد من التقابض في المجلس. إذا كان في بلد آخر ما في مجلس، بإمكانك تحول المبلغ تحويل الذي في ذمتك له، تحوله من باب التحويل. نعم، أحسن الله إليكم. أم محمد تقول: توفيت والدتي في رمضان ولم تصم رمضان في ذلك العام، هل علينا قضاء وهل علينا شيء نخرجه عنها مأجورين؟ إذا كانت مريضة وتركت الصيام من أجل المرض وماتت في هذا المرض ليس عليها شيء. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا عبد الله يقول: الشخص الذي ذهب من الرياض مارا بالطائف إلى أبها وهو قد نوى العمرة، إذا قدم من أبها فهل يحرم من يلملم أو من السيل الكبير؟ يحرم من ميقات أبها وهو السيل الكبير أو وادي محرم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت أم إبراهيم تقول: ما الأعمال التي تفيد وتنفع الوالدين أحياء وأمواتا، وما رأيكم بجعل لها ثلاجة ماء في الشارع؟ كل ما ينتفع به فإنه يفيد الميت، إذا نويتم ثوابه له من ثلاجة الماء أو من الصدقة والطعام أو من الملابس أو غير ذلك مما ينفع المحتاجين، ونويتم ثوابه للميت فإنه ينفعه بإذن الله. نعم، هذا يسأل يا شيخ حفظ أحسن الله إليكم، يقول: روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى أربعا قبل العصر بني له بيت في الجنة، متى تكون هذه الأربعة؟ تكون بعد دخول وقت العصر قبل الصلاة، بعد دخول الوقت وقبل الصلاة. نعم، الأخ السائل يقول: والدي أوصى ببناء مسجد من ماله، فهل يعد ذلك من الصدقة الجارية له بعد مماته؟ نعم، إذا أوصى ببناء مسجد وكان هذا البناء بناء هذا المسجد بقدر الثلث أو أقل فإنه يلزم تنفيذه والعمل بالوصية، أما إذا كان أكثر، إذا كان بناء يعني تكاليف بناء المسجد أكثر من الثلث فإنه لا يزيد عن الثلث، ما يؤخذ من ماله إلا بقدر الثلث فأقل. نعم، السائل عبد الله: في حارتنا أكثر من مسجد، فالأول يصلي فيه أكثر من 500 مصلي، والثاني فيه 300، والأخير فيه 100، بأيهما أصلي فضيلة الشيخ، وما الواجب في ذلك؟ صل في القريب من بيتك، قريب من بيتك صل فيه والحمد لله. نعم، المسجد إذا بني بمال من الربا هل نصلي فيه؟ إذا علمتم أنه مبني من مال الربا ومن الحرام فلا تصلوا فيه، لأنه لا يجوز استعمال الحرام في بناء المساجد وغير ذلك. نعم، أخيرا يقول الشيخ من أسئلته: هل من كلمة في الحث على الصلة والتحذير من القطيعة، وأيضا في زماننا الحاضر كثرت وسائل الاتصالات التليفون والإنترنت، هل تجزي عن الذهاب بالرجل إلى الأهل والعمات والخالات؟ الذهاب إليهم وزيارتهم من الصلة، ولكن إذا كنت تقدر على أكثر من ذلك من الهدية والنفقة عليهم إذا كانوا محتاجين هذا أكمل في الصلة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد العزيز يقول: ما الطريقة المثلى في نظركم فضيلة الشيخ عندما ينكر الإبن على أبيه عندما يرى من أبيه ما يوجب الإنكار وعنده تقصير؟ الإنكار يكون بالحكمة مع الأب ومع غيره، يكون بالرفق والحكمة، يكون بعلم ومعرفة أن هذا منكر وهذا معصية، فعليه بالرفق وعليه باستعمال اللين والحكمة مع المنكر عليه. نعم، أحسن الله إليكم. له سؤال آخر عن هدي السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظكم الله. على وفق ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهو درجات،
الذي بيده سلطة يقدر أن يزيل المنكر بيده يجب عليه ذلك، كرجال الحسبة الهيئة أو الرجل في بيته مع أولاده ومع أهله، هذا يجب عليه أن يغير المنكر بيده. إذا لم يكن له سلطة ولا، فإنه ينكر بلسانه، بالموعظة، بالنصيحة، بالإبلاغ عن مكان المنكر وعن من يفعلونه لأجل الأخذ على أيديهم ومناصحتهم. فإذا لم يكن يقدر على اللسان، الإنكار باللسان، فإنه ينكر المنكر بقلبه ويعتزل أهل المنكر ومكان المنكر ولا يجلس معهم. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة